كشف الاتحاد العام للمصريين في الخارج تعداد المصريين العاملين في الخارج يا جماعة عددهم 9 ملايين و750 ألف ما يقرب من 10 ملايين. تعداد علماء مصر في الخارج بقى كام؟ 86 ألف عالم. مصر تأتي في المركز الأول البلد اللي علمائها طفشانين بره. مش حلقة لها تسمية تانية. طيور مهاجرة لم يجدوا الفرصة في بلادهم علشان بلدهم تستفيد بيهم. طيب أكمل لكم بس بعض المعلومات وبعدين نتناقش. الاتحاد قال في بيان ليه النهاردة أن مصر فيها 1883 عالما مصريا في تخصصات نووية نادرة، مشيرا إلى أن إجمالي مدخرات المصريين في الخارج لنهاية ديسمبر 2011 مش 2014 147 مليار دولار. دي فلوس المصريين في الخارج، بما يمثل ضعف الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر. وقال إن من بين المصريين في الخارج 42 عالما مصريا في وظيفة رئيس جامعة، إلى جانب وزير بحث علمي في كندا، ده مصر الجنسية، إلى جانب وجود 3 مصريين أعضاء في مجلس الطاقة الإنمائي اللي بيتكون من 16 عضوا، وفي 3000 عالم مصري في أمريكا في كافة التخصصات. طيب هم ليه العلماء المصريين بيجدوا فرص بره؟ يا ترى اللي هيرقص هذا البلد دي والحكومة اللي هتيجي هتطلب كشف وهتكلم الاتحاد العام للمصريين في الخارج تقول له اديني بيانات دول وندرس احنا عايزين مين فيهم ونطلع لهم ونستدعيهم ونتكلم معاهم ونوفر لهم فرص نجاح في البلد دي، نستفيد بخبرتهم في البلد دي، يساعدونا على الانتقال الى مستقبل افضل. اتمنى ذلك. معايا الاستاذ محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا مساء الخير يا استاذ ريان. اهلا بحضرتك استاذ محمد. ماذا تعني هذه الارقام؟ انتوا عايزين تقولوا باخراجكم لهذه الارقام الان ايه الرساله اللي عايزين توصلوها؟ الرساله اللي عايزين نوصلها واحنا وصلناها بالفعل في اجتماعنا مع السيد رئيس الجمهوريه يوم 13 يناير الماضي. نعم. قلنا له ان في كنز مفقود مصر ما حطتش ايدها عليه ولا اي حكومه من الحكومات السابقه، وحاولنا كثيرا وبذلنا مجهود كبير كاتحاد عام للمصريين في الخارج ان يستفيدوا من الخبرات العلميه والفنيه اللي موجوده عند المصريين في الخارج. والكم من العلماء اللي انت قلته انا احب اضيف عليه بعد اذن حضرتك. اتفضل. ان احنا عندنا 850 الف خبير وعالم. خبير وعالم. نعم 850 الف. والتخصصات النادره النسبيه اللي انت ذكرتها حضرتك في الوراثه، الكيمياء الحيويه، هندسه وفيزياء الفضاء، الفيزياء الطبيعيه، الكيمياء الحيويه، النانو. هؤلاء الناس واساتذه الجامعه اللي انت ذكرتهم هذا صحيح. وانا عايز اقول على حاجه، الخبراء والعلماء 52% موجودين في الولايات المتحده الامريكيه والباقي على دول منطقه دول اوروبا. 52% في الولايات المتحده؟ في امريكا. نعم. نعم. الباقي في مختلف دول العالم من بينها منطقه دول اوروبا الغربيه، كندا، استراليا، زائد اليابان والصين. عندكم الداتا بتاع كل العلماء دي الداتا بيس؟ يعني لو حبينا ان احنا ما عندناش الداتا كلها، لكن الارقام اللي انا بقولها لك دي على الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. ده الكلام ده موجود فيها. ده موجود في الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء؟ طبعا طبعا. بكل اسم بمكان شغله فين؟ يعني تقريبا، لان خلي بالك معايا في ناس كتيره ما بنقدرش نوصل لها. انما على اي حال اذا كانت الدوله تتهتم بمثل هذا الشيء احنا نركز جهودنا. احنا كاتحاد عام للمصريين في الخارج متواجدين في 28 دوله، لنا 178 نادي ورابطه واتحاد فرعي، على استعداد تام ان احنا نعمل مع الدوله في اذا كان هناك انجاز في هذا في هذا الشأن او رغبه في هذا الشأن. لان بعض احيان وكما تعلم الادارات الحكوميه اذا كان في توجيه الكل بيشتغل، ما فيش توجيه انت بتشتغل في الميه. نعم. بشكرك جدا استاذ محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج. لو عايزين نجيب حد هنعرف نجيبه. عايزينهم زي السيد محمد العريان العالم الاقتصادي والخبير الاقتصادي الكبير اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية واستقال من أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم، وقلنا وهندور عليه، وأكيد الراجل طلع قال تصريحات قال لك لحد كلمني ولا أنا جاي ومصر فيها.
بس ده كلام يقوله لان ما حدش كلمه، بس هو عيب ان ما حدش يكلمه، عيب ان احنا ما ندورش عليه، مش لازم يجي يقعد. قولوا تعالى نعرض عليك الاوضاع الاقتصاديه وقول لنا ممكن تساهم ازاي حتى وانت بره، وانت قيمه كبيره كده، وانت اصبح لديك خبره اقتصاديه كده. المهم ما حدش يبقى عنده ولاده حلوين يفرحوا بره بينموا العالم ويكبروه، واحنا في محنه وما يقول لهمش يا ولادي تعالوا.